مشاهدينا الكرام، شو يعني ماني عارفه كيف بدي رحب وباي طريقه بدي رحب فيكم بحلقه جديده من يورو اكسترا، حلقه عم تجي من بعد فوز المنتخب الاسباني على المنتخب الفرنسي. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا، حلقتنا ال 17 من برنامج يورو اكسترا قد انطلقت في الساعه الثانيه والنصف بتوقيت الدوحه. اسبانيا عم تتأهل لدور النصف النهائي الى جانب البرتغال والمانيا، وفرنسا عم تخرج من بطولة اليورو بأداء ابدا ما كان حلو. في يورو اكسترا للاسف لوران بلان اخرج المنتخب الفرنسي، وربما كان اخر رجال المحترمين ريبيري الذي عمل كل شيء ولم يجد اي مسانده. في يورو اكسترا ايضا اليوم مشاهدينا نحن بنلبي طلباتكم مثل ما طلبتوا منا على تويتر وفيسبوك انه نكون موجودين ايضا كاميرا يورو اكسترا بالعراق وتتابع اجواء العراق بهالبطوله، لهيك اليوم راح نشوف اليورو بعيون عراقيه او بعيون عربيه من العراق. وبكل تاكيد النقل المباشر ياتينا من اوكرانيا من كييف، والحديث مع هيكل لنشاهد نبض الشارع الأوكراني حول خسارة الفرنسيين وأفراح الأسبان. ومنوصل أيضا هلأ لفقرة المسابقات أو المسابقة يلي كل يوم منطلقها ببداية حلقتنا، رح نشوف نحن وياكم مشاهدينا الأرقام يلي ممكن ترسلوا SMS عليها، حرف الإي بالإنجليش أو حرف الياء بالعربي، وطبعا نحن من بعد ما نعطي الأولوية للشخص يلي أرسل أكبر عدد ممكن من SMS منتصل فيكم. خلينا هلا نشوف شو هو سؤال حلقتنا لليوم يا خالد. مثل ما تعودنا بان السؤال يكون مرتبط بالفريق الذي احرز الانتصار بالامس، مبروك اسبانيا. عموما المنتخب الاسباني، وهو سؤال حلقتنا، المنتخب الاسباني صعد الى دور النصف النهائي كم مره؟ كم مره صعد المنتخب الاسباني الى الدور النصف النهائي؟ ثلاث مرات؟ خمس مرات؟ ام سبع مرات؟ اليوم أجواء إسبانية بامتياز، يعني نحن ربحانين، القائمة تبعولي فيها عدد فرق صار أكثر من خالد، وأيضا سؤال لحلقتنا عن المنتخب الإسباني، خالد عم يطلع فيني بضحكة عريضة بس ضحكة صفرة مش من القلب. لا لا بالعكس، بعد ناطرة تقول مبروك يا أليس. مبروك يا أليس ومبروك لكل الإسبان، تفضل كمل قول. نعم مبروك لكل الإسبان. مبروك لكل، بتعلميني أنت العربية ولا؟ عم علمك شو تقول، يلا مبروك لكل الإسبان، مبروك. إذا سؤال حلقتنا متعلق بالمنتخب الإسباني، نحن بانتظار الـSMS منكم وبنرجع نتصل فيكم، بالإضافة أيضا لمشاركتكم على الفيسبوك وتويتر. خلينا نبلش بتوب 5 وموضوع الحلقة يلي بنطلقه ببداية كل حلقة لنقاش حوله بالفيسبوك وتويتر. اليوم خالد الموضوع رح يكون عن أجمل اللقطات يلي اتخذت فينا نقول أو يمكن تم عرضها أيضا على اليوتيوب بيورو 2012. خلينا نشوف التوب 5. وهنا الشدو الفرنسي
50 هذا الروسي كله فيه بيكرهك وكرهني فيه لهذه لقطة البطولة. وهنا الشدوي الفرنسي هذا الروسي كله فيه بيكرهك وكرهني فيه لهذه لقطة البطولة. Two goals in 7 minutes. إيطاليا وفازت على جمهورية إيرلندا وهزمت الرجل الإيطالي. هذا وقت نوم بالذمة بالذمة هذا وقت نوم هذا وقت نوم جاي أمم أوروبا عشان تنام. هذا وقت نوم بالذمة بالذمة هذا وقت نوم هذا وقت نوم جاي أمم أوروبا عشان تنام. إذن مشاهدينا أجمل ممكن أجمل توب فايف شاهدناه من خلال حلقاتنا. صراحة توب فايف جميل جدا ومميز. يمكن التوب ون أنا أتوقع مش أوكراني هذا اللي كان يعجب. فاهم مفهوم التشجيع. مفكر في حفلة رأس مش تشجيع خالد. بس أنا حبيت حتى التوب تول يلي نايم اللي نايم جاي أمم أوروبا تنام. وتعليق أيضا من علي يعني الاستاذ علي سعيد الكعبي على لقطه النوم. اي بالفعل جاي امم اوروبا وجاي تشجع فريقك وجاي نايم يعني قاعد بالمباراه والريال منتهي ورايح. هاي مباراه اوكرانيا على ما اعتقد وفرنسا كانت 2-0 لانه اصلا كانت بتزعل المباراه ممله يعني حقه ينام. لا حق ينام. بس عاد في الملعب واصوات الناس كيف قدر يخفى؟ اي والله العظيم هاي مش طبيعي هاي يعني. هاي لو تحطها وسط وين ما كان ايه ما عندها اي مشكلة. مشاهدينا نحن بانتظار هلا على الفيسبوك وتويتر اذا بدكم تعليقاتكم على التوب 5 وايضا اذا يطرشوا فيديوهات اذا عم بقولوا يعني بطل. ايضا اذا انتم عندكم صور للقطات مهضومه خاصه باليورو بنتمنى انه تبعثوا لنا اياها على الفيسبوك او ايضا على التويتر. كمان خالد في عندنا فقره تعودنا بالبدايه نشوفها وهي صوره المجله الخاصه بيورو اكسترا. بس قبل الغلاف انا عندي بس تنويه بان سؤال اليوم المنتخب الاسباني الصاعد الى دور الاربعه مع عدم احتساب تأهله في هالبطولة، مع عدم احتساب تأهله في هذه البطولة، يعني قبل يورو 2012 كم مرة وصل المنتخب الإسباني إلى دور النصف نهائي؟ 3-5-7 مرات وركزوا في الإجابة. ما بنحسب أبداً مباراة ما بنحسب الأمس. هذه البطولة ما بنحسبها، بنحسب البطولات اللي قبل كم مرة، لذلك أوكي. خلكم منتبه. جميلاً؟ جميل. الغلاف. الغلاف غلاف مجلة يورو إكسترا، خلينا نشوفه خالد. حط يلا عطوني إياه. جميل جدا ذا بيست ان ذا وورلد اكيد ذا بيست ان ذا وورلد اكيد ما في شك بالموضوع. شوف الاسم ها اليسين هو اليزالونزو تو خالد زيزو نسبة لزيدان يلي امبارح كان البيرث داي تبعه له بس للاسف الشديد ما كان وجه البيرث داي خير على المنتخب كان هو الفرنسي. متوقع اصلا فوز اسبانيا يا الله اي مشكلة. هل هو الزمن التيكي تاكا؟ اي عن جد زمن اشارة على تيك تاك تيك تاك تيك تاك
نمشي 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 يلا تيك تاك تيك تاك. يعني امبارح الاسبان عن جد لعبوا بالفاسيت وكانوا بالملعب تيك تاك كانت واحدة عم تتعلق ما لحقتولنا شو ما تعلق وشو ما تضحك تيك تاك تيك امبارح امبارح لعبنا لعب جدا ممتاز يعني خالد حبيت الفكرة ايه لا حبيت التيك تاك تيك تاك بتتعلقين تيك تاك تيك تاك عموما خلينا هلا هو بالفعل منتخب التيكي تاكا على قولتهم في اسبانيا خالد ما تعبوا مش عم بمزح يعني ما عم بتشوفهم مش معقول مش معقول الفاسات مش معقول اللعب امس امس يعني راح تشوفون اكيد اثناء الحلقه ليش خسر المنتخب الفرنسي على فكره يعني لانه خالد كان لابس التيشيرت لا انا امس لابس التيشيرت صح بس راح تعرفون السبب الحقيقي بالنسبه لخساره المنتخب الفرنسي شيك مصدومه هيك عم بنتظر لانه خسروا لانه عم يلعبوا قدام اقوى فريق يلي هو اسبانيا ولعبهم ما كان حلو وهيك صح. بكل بساطه خالد خلينا نشوف عندك التويتر جوله سريعه التويتر يعني خل نبدا مع محسن من امس مسكين محسن يطرش يعني يبينا نقرا اسمه فمحسن سيد سلطان يقول مبروك برنامج روعه وايضا ايجيبت محسن يقول اسبانيا تقهر فرنسا يعني ويونس السلام عليكم خالد هارلك على خروج فرنسا والمنتخب الاسباني يستحق الفوز 1000 مليار مبروك يا اليس ان شاء الله البطوله اسبانيا مليار مليار يعني كثير يعني عارفه مليار ايه بعرف أوكي. مليار يعني كثير اسعد شاكر يقول كل عام وميسي بالف خير وحاط صوره ميسي طبعا ميسي صار عمره 25 سنه وراشد العتيبي مطرش كلام بالفرنسي خالد لو سمحت خل اليس تقرا هذا الكلام واليس طبعا قريتي انت الكلام خليني اشوف لحظه برفع عليك رجع مبين هذا هو ريغاردي سي خالد امو خالد لو برومي فيليسيتاسيون حلو فسر يا خالد بالفرنسي هذا الكلام طبعا يعني عم يقولوا انه خالد بالقمه خالد هو الاول وعم بيقولوا له فيليسيتاسيون خالد مبروك طبعا يعني هي بشكل غير مباشر عم بيقولوا لك هارد لك ومبروك لالي المنتخب الاسباني يوسف مجلي وان هارد لك للديوك ومبروك للمتدور هو فاز لانه كان الاقوى ومبروك لاليس وهارد لك لخالد شكرا لك يا يوسف اوزيل يقول هلا اوزيل وان هلا خالد اهلين حبيبي شكرا لك مساء الخير بما ان لا السلام عليكم شلونك استاذ خالد واحب اقول مبروك الفوز 6 اليس ثانك يو بس ان شاء الله فرحتكم مطول امام المانيا جميل يعني 6 اليس انه هلا ربحانين انه قدام المانيا راح انتم مش معقول انه نحن ربحانين بضل بدكم تدخلوا قصص خلص مبروك من هي الموضوع فيسبوك خلينا نشوف شو تعليقاتكم اليوم سامر الفاسمي عم بيقول خالد مو موجود ايه لانه كثير زعلان امبارح ما نام كل الليل والله مشيت علي ابو حسين عم بيقول هلو اليس مبروك عقبال النهائي مع انجلترا ايه كاتب هلو هلو سلطان صالح بعث لنا صورة والكاس إسباني بدون مجاملة وبدون منازع بعث لنا صورة الهدف يلي امبارح سجله هدف ألونسو أيضا في عنا نفس الصورة فوزي عبد الله عم بيقول بشكر أليس وخالد على هالبرنامج شكرا لك حبيبي شكرا لك أحمد المنتخب الإسباني أكبر من إنه ينافسوا المنتخب كمنتخب الفرنسي وأنا مع الإنجليز عشانك يا أليس يعني بدي اقول ذكريات انه الكل عم اليوم عم يدعموني والكل عم بيقولوا انه هن تعورتي ان شاء الله خالد ما تفضلي منك مهضوم يعني عم نقول انه دعم المعنوي لهيك رساله مني لحسن الموجود فوق بالجاليري بدي اقول له انه على الفيسبوك يا حسن الكل معي فاليوم ما تجرب تلعب لعبه امبارح لانه اليوم الاسبان والانجليز بدهم يتصلوا نحن بانتظار اتصالاتكم واجابتكم على سؤالنا خلنا ندخل على طول في اجواء مباراه اسبانيا وفرنسا اكيد ودائما بقلم صالح حامد وصوت هذه المره سامي عماري وانتهى المشوار
ومباراة الأمس لم تؤكد القاعدة، وانهزم المنتخب الفرنسي لأول مرة أمام نظيره الإسباني في منافسة رسمية أدت لخروجه من اليورو بحصيلة سلبية تمثلت في انتصار واحد وتعادل وهزيمتين. ويمكن تحميل المدرب الفرنسي جزءا كبيرا من المسؤولية، وهذا حال الإطار الفني عندما تفشل اختياراته. فلورون بلون كان مقتنعا أنه ليس بإمكان فريقه مجاراة أبطال العالم فنيا، فأقحم في نفس التشكيلة ديبوشي وريفيريير على حساب سمير نصري. وكان في الحسبان أن تتمكن الكتيبة الفرنسية الصمود خلال الشوط الأول لتصعب مهمة لاروخا، لكن سقط ديبوشي تاركا المجال فسيحا أمام تسرب ألبا من الجهة اليمنى للدفاع الفرنسي ليمررها في اتجاه ألونسو المتحرر من كل رقابة، فيسددها رأسية في الاتجاه المعاكس للحارس لوريس. هذا الهدف المبكر في الدقيقة 19، وهو أسرع هدف قبله الديوك في عصر لوبلون، أسقط كل الحسابات. ورغم تماسك الخط الدفاعي عموما، فإن الخط الهجومي كان خارج الموضوع باستثناء ريبيري الذي حاول التحرك من كل الاتجاهات، لكن أداء بنزيما كان مخيبا للأمال. الماتادور الإسباني دون مهاجم صريح نجح في فرض طريقته وتحكم في نسق المباراة، وباستثناء مخالفة مباشرة من كاباي في الدقيقة 32 وعملية ساخنة من المنطقة في الدقيقة 52، قضى الحارس كاسياس أمسية مريحة. منافسه قائد المنتخب الفرنسي الذي كان له تدخل حاسم في الدقيقة 62 قبل أن يعترف بعجزه مجددا في الدقيقة الأخيرة من المباراة إثر ضربة جزاء نجح في تحويلها صاحب الثنائية تشافي ألونسو. فرنسا تغادر اليورو دون أن تترك انطباعات جيدة، وإسبانيا تؤكد دورها كأبرز المرشحين للمحافظة على لقبها في انتظار مواجهة في دور الأربعة من العيار الثقيل مع برتغال رونالدو في ديربي شبه الجزيرة الأيبيرية. يعني إذا بدنا نحكي شوي عن أجواء مباراة الأمس، بدنا نقول إنه الإسبان ما انتظروا أبداً ليسجلوا هدفهم الأول، فمن الشوط الأول الدقيقة 19 كانت إسبانيا عم تتقدم على المنتخب الفرنسي بنتيجة 1-0 يا خالد. يعني كان حلو الجول بالدقيقة 19، يمكن عطى معنويات أكثر للمنتخب الإسباني. الفرنساوية ما كانوا على أدائهم المعتاد، بنزيما يلي كان ما شفناه باليورو، توقعنا إنه امبارح نرجع نشوفه شوي، ولكن ما كان في وجود له نهائياً. أنا أمس توقعت إنه لورا بلان راح يخرج بنزيما، ولكن خلاه مستمر في المباراة من الشوط الأول. تنشن يعني كل سدد مرتين، وكل كرة مش يعني قريبة من المرمى، لا حاصلينها في المدرجات، يعني كان متنشن بطريقة مش طبيعية. أنا قلت آخر رجال محترمين بالنسبة لفرنسا هو ريبيري، غير ريبيري أمس ما شفنا ولا لاعب، يعذروني الكل صراحة، ما كان غير ريبيري اللي كان يقاتل يحاول، جهة يسرى فقط هي اللي تشتغل. بالنسبة واحدة كانوا عم يلعبوا بالضبط، مايل المركب الفرنسي نقدر نقول بالفعل، لكن اسبانيا كانوا بتقول هيدا الشيء. يعني من المشاكل يلي سمعنا انه صارت يمكن بغرفه الملابس بين لوران بلان وبعض اللاعبين، بتقول هالاجواء اثرت على المنتخب الفرنسي، ولا هن ايضا بمباراه السويد يعني قبل المشكل تخسروا قدام السويد قلنا انه ادائهم ما كان منيح. منتخب ما ادري حسيناه مفكك في اخر مبارتين منتخب فرنسا، غريب. هل هي المشاكل؟ هل هي ولكن كأسماء لو يعني تحطين أسماء المنتخب الفرنسي بالنسبة للموجودين بين المنتخبات يقدر إنه ياخذ البطولة، لكن إيش الأسباب؟ إيش ليش المستوى بهذه الطريقة؟ الله أعلم. يعني كلهم يلعبون في أندية كبيرة في أوروبا، كلهم محترفين، كلهم عندهم خبرة دولية، لكن
بالمقابل خالد يعني دالبوسكي ولهيديه كانوا عم يلعبوا بكل ثقه، وشفنا انه دالبوسكي بس ما دخل توريس يمكن للشوط الثاني. واضح دالبوسكي احنا شاهدناه من كل مباراه كبيره او فيها نديه نشاهد ما يغامر بمهاجم يحاول يمتلك غصب خط الوسط، دائما نشوف فابريغاس هو اللي يكون موجود في البدايه، واحس ان احنا قاعد نطالع المنتخب الاسباني تحسين انه مو محتاج مهاجم، يعني مش محتاج مهاجم. مباراه ايطاليا قدر يسجل، فينا نقول خالد مباراه امس قدر يسجل قبل يدخل توريس، فينا نقول تشكيله الامس كانت قريبه شوي لاول تشكيله لعبوا فيها، يعني يلي لعبوا فيها ضد نفس الاسماء تماما، ما كان في اي اختلاف ضد ايطاليا، ما كان في اي اختلاف امس. بس المشكله امس يمكن في اسبانيا انه يعني لا انيستا شاهدناه، لا اكزافي شاهدناه، ولا ديفيد سيلفا شاهدناه، ثلاثة صناع الهجوم يعني لقدام الوسط المهاجمين اللي برزوا عندنا اكزافي الونسو اللي سجل هدفين وبوسكيتش، يعني لاعبي خط الوسط المدافعين، اما الثلاثة وهذا السبب لانه ما يوجد مهاجم، يعني لعبهم ما يتترجم مثل ما نقول يعني، فلذلك هذه كانت شوي المشكلة على اسبانيا. عجبتها ذكريات رأس حربي رأس الله ياخذ. عموما خلينا ناخذ شوية مشاركات عبر التويتر لأن كثير منهم مع أليس، فحاب أنا يعني نعطيش معنويات خاصة اليوم وأسبانيا فايزة، لكن بكرة إن شاء الله إيطاليا ومتعادل 2-2. عموما نبدأ مع عوض اللي يقول أهلا فيكم خالد وأليس، منورين البرنامج، أنا من لبنان اسمه محمد، أنا مع أليس. أيضا يونس يقول مرحبا والله يا خالد، صرت من مدمنين هذا البرنامج، بس حاسب ترى ما في علاج من البرنامج هذا، لانه انت واليس مدعين هذا، بشكركم من القلب على الاداء الجميل، تحياتي لك انت يا يونس وكل عيوشي 98 شو تقول؟ مرحبا كيفكم؟ اليس مبروك على الفوز على فرنسا، انا معك يا اليس وبحبك كثير. عيوشي عيوشي ثانك يو كثير، واذا انت معي يعني مبروك لاسبانيا، وانا كمان بحبك كثير. عادل 30-300 مش اللي صور طبعا. انجلترا فريق محترم واعتقد بان حظوظه ستكون قويه مواجهه ايطاليا، وهناك حكمه طبقها مع خصومك بان تكون مبتسم دائما دائما دائما، خليك مبتسمه يا ست. علي العامري على ما اعتقد العمري صح يقول من شناص يعني من عمان، يقول مبروك لأليس اولا انتصارها على خالد كالعاده، طبعا اليوم كل طلاب جامعه البريمي مع الطليان، بس اتوقع للطليان. شكرا يا علي العمري من شناص عمان. من تويتر ومن كليب اوكرانيا خلينا نرجع للفيسبوك وايضا مشاركتكم. عندي عبد القادر حسن مبروك صعود لاسبانيا اليس وعقبال الطليان يا خلودي، عم يغنجك شكرا مش الدلع هلا، يلا انا طلياني كلها خلودي. في فوزي عبد الله عم بيقول بتمنى من اليس انه تقرا رساله انه بيتمنى فوز ايطاليا على الانجليز، ما عندي اي مشكله انه اقرا رساله وما بعرف يلي افضل ان شاء الله يفوز اليوم. ايضا عبد الله ابراهيم بيرشح اليوم فوز منتخب ايطاليا بنتيجه 2-1، ان شاء الله ما فينا نقول شيء لنهايه المباراه. سيد يعقوب عم بيقول مبروك اليس، ومصطفى حيدر الف مليون تريليون مبروك للاسبان والمدربين بالاخص. بس سؤال اليس ليه انت بتشجع ريال مدريد او برشلونه؟ لا انا بشجع برشلونه، بس عندي هيك حب مميز لكريستيانو رونالدو. هلا خلينا مشاهدينا نتوقف مع فاصل، ومن مش فاصل ذكريات هاندون
إذا قبل الفاصل خلينا نشوف كيف كانت أجواء الفنجان امبارح قبل خلال وبعد مباراة إسبانيا وفرنسا بأوكرانيا. مباراة منتظرة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. التاريخ يلعب لمصلحة المنتخب الفرنسي والحاضر يلعب لمصلحة أبطال العالم وأبطال أوروبا. سنتابع مباراة فرنسا وإسبانيا مباشرة من فانزون مدينة كييف لبرنامج يورو إكسترا. Hello, my name is Anna and I support Spanish team and Viva España. Spain, I love you. Ça va être très difficile, mais moi je les ai mis la France en tant que favori du tournoi parce qu'on les attend pas du tout. Et je pense que l'Espagne est pour moi la meilleure équipe du tournoi, mais on va créer la surprise ce soir. الجماهير الغفيرة التي احتشدت بمنطقة الفانزون لمتابعة قمة كروية بين الماتادور وأبناء لوران بلون كانت تمني النفس بمشاهدة مباراة من العيار الثقيل، والبداية كانت في نفس السياق بعد أن نجح تشابي ألونسو في افتتاح النتيجة قبل الدقيقة 20. بعد الهدف انخفض النسق بصفة ملحوظة لتنتهي الفترة الأولى بتقدم إسباني. First time was good, but actually it wasn't amazing because it's only one goal. I think when Torres will be playing, it will be more than one goal. Le problème, je pense, il est les tactiques, parce que là, comme on l'a remarqué avec nos amis supporters, c'est que sur le côté droit, c'est le boulevard quoi pour les Espagnols. Donc, je pense qu'il faut un changement pour la seconde mi-temps parce que on va pas tenir. في الشوط الثاني بات من الواضح سيطرة التفاصيل التكتيكية على أغلب لحظات المباراة، ليبقى النسق رتيبا وتغيب الفرص بعد أن تحكم ديل بوسكي في مجريات هذا الشوط بفرض أسلوب بطيء حافظ من خلاله على النتيجة، بل دعمها في الوقت البديل بواسطة نفس اللاعب تشابي ألونسو إثر تحصل بيدرو على ركلة جزاء. Of the championship. Next match, Portugal go home, Ronaldo bye bye, and the final, Deutschland here. Go home, Deutschland, 3-0. Espanyole campione, viva Barça, viva Del Bosque, viva España. انتصار منطقي للماتادور، والمواجهة القادمة تبدو أصعب في نصف النهائي برتغالي إسباني. بعد هالقبولات الحارة يلي وصلتنا من أوكرانيا، ما فينا غير أنه نرجع نتصل هلأ مع هيكل ونشوف شو آخر الأخبار عنده. هيكل يعطيك العافية.
الله يعافيك أليس، الله يعافيك خالد. طبيعي هو أردنا فقط أن نعود إلى ذلك الزمن الجميل، استمعنا إلى إلفيس بروسلي، تذكر ذلك الزمن الجميل، ذكرنا أيضا ذكرنا أيامات اليورو ووصول كل الكبار إلى مثل هذا الدور في كأس أوروبا الأمم، أيضا ذكرنا بالزمن الجميل لكرة القدم في سنوات الثمانينات. هيكل مبروك لإلي على إسبانيا. وخلينا نبلش معك شوي عن أجواء. أي ألف مبروك. خلينا نبلش شوي معك، يعني بدنا نقسم الوقت بين مباراة الأمس ومباراة اليوم. البداية مع مباراة إسبانيا فرنسا، بداية الأجواء وكيف كانت ردة فعل الجمهور من بعد فوز المنتخب الإسباني، وأيضا هيك نظرة سريعة منك على الأداء الإسباني والإخفاق الفرنسي إذا فينا نقول. وعلى فكرة منذ يوم أمس تقريبا كنت قلت أنه حسب رأيي أن التفوق سيكون منطقي للمنتخب الإسباني نظرا للظروف الحالية التي يعيشها المنتخب الإسباني التي يعيشها الماتادور بطل العالم وبطل أوروبا. يعني صراحة المنتخب الإسباني رغم أنه إلى حد الآن ما زال يلعب 50-60% بالإمكانيات فقط، إلا أنه تمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي لهذه الكأس الأوروبية، وهذه لا تحسب إلا المنتخبات الكبرى، يعني المنتخبات التي لا تقدم مردود بدرجة كبيرة جدا وتحقق الانتصار هي المنتخبات الكبرى على غرار المنتخب الإسباني. سألتني على يوم أمس ما كيف كانت التعليق، كيف كانت انطباعات الجماهير، تقريبا كنت مع الجماهير الإسبانية والفرنسية والجميع تقبل هذه النتيجة باعتبارها أنها كانت نتيجة منطقية، يعني خاصة الجماهير الفرنسية قالت أن المنتخب الإسباني كان الأقوى والأفضل على جميع المستويات في هذه المباراة وهو يستحق الانتصار، لأن المنتخب الفرنسي صحيح ممكن مسك الكرة يوم أمس مع المنتخب الإسباني، ممكن نسبة امتلاك الكرة كانت جيدة جدا بالمقارنة مع المنتخبات الأخرى اللي تلعب مع المنتخب صحيح. الإسباني، ولكن المنتخب الفرنسي لا ننسى أنه تقريبا سدد مرة واحدة على المرمى وهذا لا يشفع له بإمكانية تحقيق انتصار أو الذهاب بعيدا في هذه الكأس الأوروبية. منذ يوم أمس لو تتذكروا خالد وأليس قلت أن الأجواء ممكن تخدم أكثر المنتخب الإسباني الأجواء داخل حجرات الملابس، وهذا ما تأكد بعد نهاية المباراة. لا أعلم إذا لديكم فكرة عن حكاية سمير نصري يوم أمس مع صحفي وكالة الأنباء الفرنسية الـIFP لما كان سيذبي بتصريح لسمير نصري، طلب منه في الميكسد زون يعني في مكان التصريح صحفي فرنسي من الـIFP أن يذبي بتصريح سمير نصري، فسمير نصري رفض ذلك وقال أن الصحافة الفرنسية تقول أي شيء، فرجع فقال الصحفي الفرنسي أنا لا أهتم بكلام سمير نصري، فما كان أن سمير نصري شتم هذا الصحفي بألفاظ نابية جدا وبذيئة، وبالتالي تعقدت الامور بالنسبه لسمير نصري مع الصحافه الفرنسيه. واذا نتذكروا يعني الحركه التي كان قام بها سمير نصري عند تسجيله للهدف امام منتخب انجلترا كانت حركه موجهه لاحد صحفي جريده ليكيب الفرنسيه، نفهم ان الامور معقده جدا، وربما هذه الامور ترجعنا لاجواء المنتخب الفرنسي لجنوب افريقيا 2010 مع ريمون دومينيك وتلك المشاكل مع الصحافه الفرنسيه. على كل المنتخب الفرنسي خرج ولم يخرج مرفوع الرأس ولم يخرج بطريقة سلبية جدا، يعني خرج فقط، يعني المنتخب الفرنسي هي مشاركة للتاريخ، وبالتالي يجب التفكير في قادم المشوار بالنسبة لهذا المنتخب الفرنسي الذي على فكرة يمتلك جيل جيد جدا، تقريبا أفضل جيل بعد ذلك الجيل الذي فاز بكأس العالم وكأس أوروبا مع زين الدين زيدان، يعني يجب التفكير بصفة جدية الآن في 2014. بالنسبة للمنتخب الإسباني، منتخب إسباني لم يكن وفي لعاداته من حيث صنع اللعب من حيث امتلاك الكرة، ولكن المنتخب الإسباني تمكن من تحقيق انتصار منطقي، شفنا المنتخب الإسباني عرف كيف يتحكم في نسق المباراة بعد تسجيل الهدف، خفض بدرجة غير عادية في نسق المباراة، لعب بنسق بطيء وتمكن من تحقيق انتصار منطقي جدا بالنسبة لأبناء فيشينتي ديل بوسكي الذي استفاد كثيرا من برشلونة. فيشينتي ديل بوسكي لأنه يوم أمس لم يلعب بمهاجم صريح ولعب بفابريغاس تقريبا نفس الطريقة التي كان يحبذها جوزيف غوارديولا، وفيشينتي ديل بوسكي لما شاهد أن فريق المنتخب الإسباني ليس بتلك القوة يعني لعب على إمكانية برشلونة وتمكن من تحقيق انتصار مع لاعب من ريال مدريد اسمه تشافي ألونسو، سجل هدفين واحتفل كأفضل ما يكون بمباراته رقم 100، يعني الأمور مشيت كما يلزم بالنسبة للمنتخب الإسباني. جميل هيكل الحديث عن هذه المباراة، وأكيد إسبانيا تنضم لألمانيا والبرتغال. نتكلم عن الطرف الرابع بين إيطاليا وإنجلترا والحديث عن مباراة اليوم.
ألا تعتقد هيكل بأن هالمباراة أنا أتوقعها من المباراة الأربع هي الأكثر ندية بين إنجلترا وإيطاليا، والحديث راح يكون كبير على أرضية الملعب؟ أنا أساندك الرأي تماما خالد، لأنه تقريبا حتى في حديثي مع بعض الصحفيين دائما كنت أقول قبل المباراة الدور ربع النهائي تقريبا ترشيحاتي كانت صحيحة وكانت منطقية والأمور جرت بصفة منطقية، يعني انتصار البرتغال كان منطقي جدا، صحيح. انتصار المانشافت كان أكثر من منطقي، انتصار المنتخب الإسباني يوم أمس من فرنسا أيضا منطقي جدا باعتبار المنتخب الإسباني فوق المنتخب الفرنسي، صحيح. المباراة التي لا يمكن أن تتحدث فيها على المنطق ولا يتدخل فيها المنطق وتقريبا مباراة 50-50 هي بين إنجلترا وإيطاليا، 50-50 على جميع المستويات، صحيح. ليس هناك فريق يفوق المنتخب الآخر. خالد حتى إنجلترا وإيطاليا لما جاءوا على هذه الكأس الأوروبية الاثنين عندهم مشاكل كبيرة، سواء إنجلترا الذي يعاني من كثير من الغيابات، غير المدرب تقريبا قبل شهر ونصف غير فابيو كابيلو، المنتخب الإيطالي نعرف حكاية الرهانات والتلاعب بالنتائج وعقوبة لعديد من اللاعبين ومشاهد مشاكل كبيرة لسكوادرا زورا، يعني تقريبا منتخبان ذهب إلى هذه الكأس الأوروبية بكثير من الشك ولكن تمكن من تحقيق نتيجة جيدة. على كل هي مباراة ستكون مباراة الثنائيات، مباراة الهوليغانس والتيفوزي، مباراة المدرب هودسون مدرب المنتخب الانجليزي وتشيزاري برادنيلي مدرب المنتخب الايطالي، ستكون مباراة من جهة بيرلو وستيفان جيرار من الجهة الاخرى، نعرف جيدا ان كل منتخب له لاعب من اصل غاني سوى ماريو بالوتيلي بالنسبة لسكوادرا زورا او ايضا اللاعب ويلكوت لاعب المنتخب الانجليزي، يعني عديد الثنائيات في هذه المباراة ومباراة صعبة جدا، واتوقع اليوم انه ممكن نشاهد اول مباراة ستنتهي بنتيجة سلبية وممكن جدا اول مباراة ايضا ستذهب الى الحصص الاضافية. هيكل اذا بس بدنا نرجع بشكل سريع نحكي عن التشكيلات الممكنه انه نشوفها اليوم بارض الملعب، براندلي كان عنده تصريح او حتى يعني قالوا عنه بالصحف والمواقع الالكترونيه انه لاول مره المدرب الايطالي عم يخفي التشكيله، ويعني اعلن بالمؤتمر الصحفي انه هو مش حيعلن عن التشكيله الاساسيه غير قبل بساعه واحده فقط من المباراه، فعندك اي معلومات عن هيدا الموضوع؟ هو براندلي فقط، هذا سينما ومسرح يعمل فيه براندلي كالعادة، يعني هناك دائما المسرح والسينما قبل مباريات كلاسيكية مباريات قوية بين انجلترا وايطاليا، يعني حتى اوتسون مدرب المنتخب الانجليزي لما شبه المنتخب الايطالي بالمنتخب الانجليزي من حيث اغلاق المنافذ من حيث طريقه اللعب، منتخبين لا يحبذا كثيرا يعني صنع اللعب، الاثنين ممكن ينتظروا الى الوراء ويلعبوا على الهجمه المرتده، يعني اوتسون قال لا تشبهوني بالمنتخب الايطالي، المنتخب الايطالي لعبه واضح، نحن لا نلعب الكاتاناتشو ولا نلعب الدفاع وطريقتنا اكثر هجوميه، هذا بالنسبه للمدرب اوتسون مدرب المنتخب الانجليزي. على كل هي دائما هذه حرب الكلام تصير قبل المباريات ولا اعتقد ان لها تاثير على النتيجه فيما بعد، ولكن بالنسبه للتشكيل الاساسي تقريبا لان وصل لي مسج من احد صحفيي جريده ليكيب الفرنسيه تقريبا يقول لي انه التشكيله بستعمل الهاتف الان ان شاء الله يعني الشحن يبقى. بالنسبه للمنتخب الانجليزي سيكون تقريبا جوارد جونسون جون تيري ليسكوت اشلي كول ميلنر جيرار باركر يونغ روني ويلبك. بالنسبة للمنتخب الإيطالي سيكون طبيعي بوفون في حراسة المرمى، بوفون إذا بانوتشي دي روسي بارتزغالي ماجيو ماركيزيو بيرلو موتا بالزاريتي بالوتيلي كاسانو، يعني بين بالوتيلي وممكن كان دي ناتالي أو بالوتيلي في الأخير اختار المدرب المنتخب الايطالي بالوتيلي لانه تعرف جيدا يعني دفاع المنتخب الانجليزي دفاع قوي جدا، لازم لاعب في قيمه بالوتيلي، ممكن دي ناتالي سنشاهده اثناء اللعب في هذه المباراه خاصه لو كان المنتخب الايطالي منتصر 1-0 لانه نعرف قيمه دي ناتالي في الهجمات المرتده وفي الكونتر اتاك. جميل هيكل، يمكن اتوقع ما ان براندلي بدا ببالوتيلي على اعتبار انه هو له خبره في 3 لاعبين يمكن او اكثر من المنتخب الانجليزي، كنا نتكلم عن ليسكوت، نتكلم عن حارس المرمى هارت وايضا ميلنر في خط الوسط بالنسبه لمنتخب انجلترا زميلهم. لازم نتحدث على باركر الحادثه الشهيره
اي هو زميلهم في مانشستر سيتي ولكنه كانت له حادثه شهيره مع بارك. تتذكر جيدا ماذا حدث بين اللاعبين في الدوري الانجليزي لكره القدم. والجميع متخوف من هذه الثنائيه بين باركر وماريو بالوتيلي، خاصه انه ماريو بالوتيلي يعني مزاجه غير عادي بالمره، يعني حتى تصريحه هي تصريح متشنجه دائما وتصريح عنيفه. نتذكروا التصريح اللي قام به ماريو بالوتيلي قبل هذه الكاس الاوروبيه لما قال، يعني لما يتحدث عن العنصريه، قال لو متفرج واحد يلفظ بلفظ عنصري او يرمي بقشره موز سادخل الى السجن لاني ساقتله. يعني هناك بعض التصريحات من ماريو بالوتيلي قويه نسبيا. هو لاعب متشنج ولاعب مثل ما تنتظر منه الكثير من الناحيه الفنيه، ممكن ان تنتظر منه ان يخرج من المباراه منذ الدقيقه الخامسه السادسه ويصبح المنتخب الايطالي كانه يلعب بعشرة لاعبين. يعني كل شيء منتظر من ماريو بالوتيلي، هذا اللاعب من اصل غاني بالنسبه لسكوادرا زولا. على كل هي مباراه منتظره، مباراه ستكون قويه جدا. الى حد الان الاجواء، لانه ملعب ورائي ملعب كييف الذي سيحتضن المباراه، كنت قليل تقريبا منذ قليل كنت قرب الملعب، يعني الى حد الان الاجواء عاديه جدا. الشيء الملاحظ فقط أن السوق السوداء هنا في أوكرانيا لم أفهمها، يعني عادي جدا الناس تأتي بالتذاكر وورقة والأمور مقنة وأمام الشرطة ويبيع في التذاكر عادي جدا. يعني السوق السوداء هنا في أوكرانيا لا أعلم، هم متفاهمين مع الشرطة الأوكرانية والمالية الأجواء، ولكن الأمور عادية جدا. جميل. يعني هيك بنتمنى انه اليوم المباراه هيك تكمل بروح رياضيه، وبالوتيلي وسكوت يعني قبل مره بالدوري الانجليزي مثل ما قلت ضربه على الراس، ان شاء الله هلا ما يصير في ضرب اكثر، الامور كلها تنتهي على تمام. بدي ننهي معك بس بتوقع منك مين ممكن، يعني هل انت مصر او يمكن قلت مصر على النتيجه السلبيه والوقت الاضافي، او عندك تغيير ممكن تعطي هدف لحدا؟ لا مش رح اغير وقتي بعد 10 دقائق قليل، ولكن انا متوقع ان المباراه حصتها ستذهب، انا متوقع ان المباراه ستذهب الى الحصص الاضافيه، ولكن لدى الترجيح اتوقع انها اول مباراه ستذهب الى الحصص الاضافيه. ولكن صراحه التوقع تقريبا اعطيتني اصعب مره تعطيني توقع، لانه في المرات السابقه لما كان التوقع سهل ولا مره سالتني على التوقع، المره هذه لما كان التوقع صعب جدا سالتني على توقع مباراه انجلترا وايطاليا. على فكره بدات الاجواء وراي استمع الى اهازيج الهوليغانز والتيفوزي جماهير الايطاليه. فقط انا حسب رايي اللي نجم نقوله واللي نقدر نقوله في هذه الكاس الاوروبيه انه الدور النهائي سيكون بين اسبانيا والمانيا، وهذه المره المانشافت هو من سيفوز بهذه الكاس الاوروبيه. حلو حلو، هي كان ما بدك تتوقع وتوقعت النهائي. شكرا لك، وبدنا نقول لكم انت والكيالي وموحة ايضا الموجوده معكم جود لك. نجيب من باتمان جود لك اليوم، ونحن بنشوفك بكره بنعرف منك اجواء المباراة اللي عم تجمع إيطاليا وإنجلند. شكرا لك هيكل. شكرا. يعني أخذنا الأجواء خالد كلها من هيكل، وشفتك نحن وعم بيقلنا هيكل التشكيلات هيك عم بتحرك عم بتشوف، فشو في مفاجآت بالتشكيلات اليوم أو لا؟ لأنه ما عندي قلم فقاعد أحط. اللي بدك قلم ها؟ لا لا بس ولو ما بقبل. لا ما بقبل هاي القلم مني خلاص. هو ذكر نفس تشكيلة انجلترا، ما في اي تغيير، ما في مفاجآت للتغيير، نفس الاسماء مع قدوم روني من المباراة الثالثة ثبتها مع ويلبك في المقدمة يعطي اكثر جوعة لروني. وثانيا بالنسبة لايطاليا في تغيير واحد شاهدناه ايضا في المباراة اللي مضت كبديل، يعني خروج كليني بسبب الاصابة، كالجاري راح يكون القلم ما قاعد يوصل لانه مروحة زين. فخلنا الامور هذه شوي، خلي التشكيلة راح نتكلم فيها اكثر اكيد مع ايضا الاخوان عبر التويتر والفيسبوك، لكن فقره الدكتور محمد السعدي صور وتعليق، وان شاء الله نشوف ابتسامه حلوه بالنسبه للصور. نبلش مع مين؟ معك انت خالد. معاي انا اقول الوده شبهي بس بدون خط ابيض على راسه. اي والله اثنينكم سمر بس انت الله يهديك حركات. مضمون الصورة. تصدقني لو قلت لك انه المنظر من هنا حلو؟ اي والله من تحت اجمل. ايضا انا قلت لك ايه بساط 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 بساط، وفي النهاية حتزهق فرنسا وحتسيب لكم الماتش وتروح. اي والله هاي تيكا تاكا بس بساط بساط. لوران بلان رفع ايده عم بيقول له السعدي الناجح يرفع ايده، عبارة ليست دائمة.
عم بيقول لوريان بلان هو رفع ايده زيزو انا بعرفه الله يرحمه ويرحم ايامه كانت ايام حلوه. اي والله يعني عن جد بعتقد هيدي جمله امبارح كل مشجعين المنتخب الفرنسي كانوا عم بيقولوها. وبرانديلي في تصريح قوي جدا امس في المؤتمر الصحفي قال هلا خالد اخبارك؟ احب اقول لك ارقد وامن ووراك رجاله. اكيد اكيد يا برانديلي مبروكين الفوز. تصريح خاص لك استاذ خالد؟ هي امس على فكره الاكيب وسكاي سبورت انفردوا بهذا الخبر. الله والله يا سعدي معلومات جدا قيمه. خلينا نبلش باتصالاتنا وسؤال حلقتنا يلي نسيناه لليوم. الاتصال الاول مع ام علي من الدوحه. مساء الخير يا ام علي. مساء الورد والنور والسرور. كيفك يا ام علي؟ لا حبيبتي برنامجكم بيعقد مخصوص. حبيبتي يا ام علي ثانك يو من ذوقك عيونك الحلوين. انا دائما على مشاهدتي لو ما اشارك. نعم ثانك يو لك يا ام علي. ام علي مين عم بتشجعي باليورو؟ معروفه هون باليورو هولنديه لكن يعني طلعوا هولندا فانضمت لالمانيا واليوم منضم لانجلترا. اليوم معي اوكي مع انجلترا. ايه يعني معي لانه انا لابسه تي شيرت انجلترا وخالد لابس ايطاليا. للاسف انا مو مع خالد يعني ما حد مش حيزعل مش حيزعل. معالي سؤال حلقتنا لليوم المنتخب الاسباني كم مره وصل للدور النصف النهائي بس من دون المشاركه بهيدا اليورو يعني من قبل كم مره وصل للدور النصف النهائي؟ الاحتمال ثلاث مرات خمس مرات او سبع مرات. هو مش كثير يعني ثلاث مرات ومتذكرة أنا حتى في 2008 كنت أتابع المباريات كنت في مصر. نها يا أم علي شكلك بتتابع يا رياضة محبة رياضة. إيه ما تعرفيني إليس ما تعرفيني. متخصصة رياضية متخصصة بشكل يعني كبير. يعني إليس مباراة الأمس كانت أخذ بالدار لأن فرنسا فازت عليهم في مرة من المرات في بطولة أمم أوروبا فازت على الإسبان. صحيح 2-0 منهم هدف لميشيل بلاتيني. يا معالي شكرا على اتصالك شكرا على هالمعلومات القيمة يلي قلت لنا اياها اليوم وان شاء الله تفوزي معنا خالد. على فكرة يا معالي من اشهر يمكن اصدقاء قناة الكاس متابعة رياضية بشكل قوي جدا محلل الرياضية وكان لها اكثر من لقاء عبر الجرائد المحلية بالنسبة للرياضة. عموما ايضا ناخذ السمي خالد من الدوحة. يا اهلا مرحبا فيك يا خالد. اهلا وسهلا. الله يسلمك كيف حالك؟ حياك الله الشيخ. الله يسلمك. الله يسلمك خالد. ممكن نعرف ميولك في اليورو؟ والله مع اسبانيا ان شاء الله. مع اسبانيا ان شاء الله. مبروكين الفوز امس. الله يبارك عمرك ان شاء الله. الله يسلمك. مبروك يا خالد. الله يبارك فيك ان شاء الله. اوكي خالد السؤال يقول المنتخب الاسباني صعد الى دور نصف نهائي قبل هذا اليورو كم مره؟ ثلاث خمس سبع مرات؟ ثلاث مرات. شكرا لاتصالك يا خالد. شكرا. اتصال من الدوحة وسعاد. مساء الخير يا سعاد. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا سعاد؟ الحمد لله بخير. سعاد مع مين باليورو؟ انا مع فرنسا مع اسبانيا. ما فيك تغلطي بين فرنسا واسبانيا. هي تبي تشوف ردة فعلك. اسبانيا بكل ثقة. اليوم مع ايطاليا امبارح مع اسبانيا هيك يعني بالنص بينه وبين خالد ما بتزعلي حدا. لا لا مع ايطاليا هي واضح انها ميولها. سعاد سؤال حلقتنا لليوم المنتخب الاسباني كم مره وصل لدور النصف النهائي من دون هيدي بطوله اليورو؟ ثلاث مرات خمس مرات او سبع مرات؟ ثلاث مرات. شكرا يا سعاد على اتصالك. Oh,
مشاهدينا، من التقارير او من اخبار الاكسترا يلي كنا عم نجرب ننقلكم اياها ببرنامجنا، هي بعض التقارير يلي بتنقل صوره الدول المنظمه لهالبطوله، اوكرانيا وبولندا. كنا عم نبتعد شوي عن الرياضه وعن الملعب والطابه والفانزون والمشجعين، فنتعرف نحن وياكم على هالدول. خالد، مدينه غدانسك البولنديه في عندها شيء كثير بتتميز فيه وهو المرفأ البحري الموجوده فيها، ويلي بيتواجد فيه مصانع للسفن، من اهم واكبر واقدم المصانع يمكن بنقول لهم بالفرنسي لزاتوليه، يعني هيك بدلوا ايضا زل والتوليه يعني بدل على قدمهم وقديه متخصصين بمجال صناعه السفن. لهيك هلا رحله نحن وياكم مع كاميرا يورو اكسترا على مدينه غدانسك البولنديه. اسم مدينة غدانسك البولندية يقترن باسم رجل حرك عاصفة في أوروبا ليبقى رمزا من رموز ما تحمله كلمة التضامن من معنى. ليخ فاليسا، فني كهربائي طرد من وظيفته في منتصف ستينات القرن الماضي بعد مشاركته في احتجاجات مناوئة للحكومة في حوض لينين لبناء السفن. من هنا عاد ليخ بعد 20 سنة لقيادة احتجاجات وتمرد أثارته الآلاف من العمال، مطالبة بالحق في الإضراب وتشكيل نقابات عمالية. هكذا انطلقت قصة ميناء أجبر الحزب الشيوعي على الاعتراف بكتلة اسمها نقابة التضامن، التي أصبحت في أواخر الثمانينات حزبا سياسيا شرعيا. في زيارتك لمدينة غدانسك يجب ألا تتجاهل هذه الحقبة من التاريخ التي ترمز إلى الفقر والظلم والطغيان، أو بالأحرى إلى الكفاح من أجل مقاومة الهوان. هذه الترسانة بقيت على حالها لتعود بالبولنديين، خاصة منهم سكان غدانسك، إلى ماضيهم الكفاحي الذي أخرجهم من ظلمات الشيوعية إلى أضواء أول انتخابات ديمقراطية. ميناء رئيسي ومركز صناعي يبقى الأهم والأبرز في بولندا وأوروبا الشرقية، فبالرغم من قدم تركيبته إلا أنه واصل ولا زال في إنتاج السفن وإصلاحها، وفي استقطاب الملايين من السياح الأوروبيين للاستمتاع بهذا الصرح والاصطياف في مدينة خليجها يطل على بحر البلطيق. عذراً لو ابتعدنا عن أجواء يورو 2012 وعن كرة القدم إجمالا، فإن كان لها تاريخ فتاريخ هذا الميناء غير ما في نفوس شعوب بأسرها. مثل هذا الميناء نقلة نوعية في تاريخ بولندا النضالية، ليبقى بعد ذلك رمزا لمعنى التضامن وفضاء أيضا لصناعة السفن. سهيل بن عمر لقناة الكاس، برنامج يورو إكسترا، بولندا. إذا شكرا لسهيل على هذا التقرير، شكرا أيضا لموسس بيتان وأيضا لموحى على هذا التقرير الجميل والمونتاج الأروع. عموما نكمل ونكفي على أساس إنه تكفي مني على اتصال، بس ما بنكمل، نكمل ونكفي، نكفي كفي نكفي على كفي نكفي مع اتصالاتكم، وناخذ من البحرين أحمد. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شلونك انت اخوي؟ خير الله يسلمك يا احمد. احمد مع من في اليورو؟ ان شاء الله ايطاليا اليوم.
ان شاء الله ايطاليا اليوم ان شاء الله نفوز على انجلند يا احمد. عموما ان شاء الله ان شاء الله المنتخب الاسباني احمد صعد الى دور النصف نهائي. قبل هذه البطوله كم مره؟ ثلاث مرات، خمس مرات، ام سبع مرات؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات، ان شاء الله جوابك صح يا احمد. شكرا لك ولاهل البحرين وبلغ سلامي لكم. سلامات لاهل البحرين يا خالد. تفضل. ام عبد العزيز من الدوحه، مساء الخير. مساء النور. كيفك يا ام عبد العزيز؟ اهلا. مع مين باليورو؟ مع ايطاليا. مع ايطاليا. ان شاء الله تفوزوا اليوم، ما بعرف اذا رح تفوزوا او لا. ام عبد العزيز، سؤال حلقتنا لليوم، المنتخب الاسباني من دون هيدي البطوله، هيدا اليورو، كم مره وصل لدور النصف النهائي؟ ثلاث مرات، خمس مرات او سبعه؟ ثلاث مرات ان شاء الله. ان شاء الله ثلاث مرات. شكرا لاتصالك يا ام عبد العزيز. ناخذ ايضا عبد الله من الدوحه. يا هلا مرحبا يا عبد الله. هلا، كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. شلونك انت؟ شلونك؟ خير. طيب مع من في اليورو؟ اسبانيا. اسبانيا. وين امس شفت المباراه؟ في البيت. في البيت. مبروك يا عبد الله. بارك لك اليس. بارك فيك. طبعا هي قائده مشجعين مشجعات طبعا. الاسبان في الدوحه طبعا. اي نعم. خذ عضويه من عند اليس. عبد الله، سؤالنا يقول المنتخب الاسباني وصل الى دور نصف نهائي قبل هذه البطوله كم مره؟ ثلاث مرات، خمس مرات، ام سبع مرات؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات، وان شاء الله يكون جوابك صح يا عبد الله، وشكرا لاتصالك بيورو اكسترا. الإسماعيلي فيس تبعولي اليوم خالد. شو؟ فاضي القائمة تبعولك، فضيت فضيت فضيت. ليش فضيت؟ ليش؟ لأنك خسران وجهك نحت على فكرة الفرق. على فكرة احنا دائما نقول إنه إيه؟ مش بالكثرة، بالكمية وبالكيف وبالجودة. إيه إيه، بالكيف وبالكوي وبالنوعية. شفنا نوعية المنتخب الفرنسي امبارح. النوعية بالألمان والطليان. هل شدد لي ظهرك بالالمان؟ تركوا للالمان عشان افرجينا اليوم ايطاليا شو رح تعمل مع انجلند. والطليان يعني انت بكره 2-2 وللاسف للاسف الشديد ايه؟ انه اسبانيا راح تلاقي البرتغال وايطاليا ايه؟ راح تلاقي المانيا ايه؟ يعني بيكون ممثل وحيد لي في النهائي وممثل وحيد لك في النهائي 100%. بس لهلا القائمه تبعولي الفرق اكثر وانا ربحانه، وامبارح انا امبارح انا ربحت. ما بقى تشارعني خالد لانه انا ربحانه. انت اليوم ما فيك تحكي. لا انا خسران. ليش ما فيني احكي؟ شو خسران امبارح؟ خسران. حنكمل برنامج، لازم نحكي. لازم تحكي ذكريات. لازم يحكي خالد. ايه لازم نحكي. ذكريات عم بتقول احكوا شو صار امبارح، خبرنا شو صار اللي صار امبارح، اللي صار امس. والله عم تحكي لبناني في بيروت احنا قاعدين. عموما اللي صار امس يا جماعه وسبب خساره فرنسا، يعني ثواني وراح تشوفون سبب خساره فرنسا. انا حبيت اني اشوف المباراه الحالي زين، للاسف اجبرت على ان اليس تكون معاي وتشاهد معاي المباراه، ولذلك فالنحس عندها اكبر واقوى هو اللي اثر على خساره فرنسا.
للأسف امبارح كان بدي شاهد مباراة إسبانيا وأجبرت إنه يجي خالد الحدي معي ونتابع المباراة. لا بس وأنا ربحت وخالد خسر وما تشوفوا وش خالد بعد الخسارة. خلينا نشوف مباراة الأمس وكيف تابعناها أنا وخالد. مثل ما وعدناكم مشاهدينا، كاميرا يورو اكسترا راحت الى مكان مميز لمتابعه اليورو، وافضل مكان هو فندق جراند هيرتاج اسبانيا فرنسا. يعني انا وخالد ما قدرنا نضل متحملين الاجواء بالاستوديو والمنافسه بين اسبانيا وفرنسا، لهيك ما بعرف هلا شو راح يصير جوا، بس اكيد اسبانيا راح تربح. خالد انا مثل ما قلت اكيد فرنسا راح تربح، اكيد اسبانيا راح تربح 2-0. والجماهير اللي داخل كلهم فرنسيين. يلا نبدا. خالد لا عم تكذب، 90% منهم اسبانيه. الماتش بلش، خلينا نشوف نتابع. رح يلا روح تفضلي. تفضل. راح تفوز فرنسا. الشوط الأول من مباراة إسبانيا وفرنسا كان جدا حماسي، طبعا أنا الربحاني 1-0 مش خالد، والجمهور الإسباني مسيطر هون أكثر من الجمهور الفرنسي بكثير. خلينا نشوف شو كان رأيهم بالشوط الأول. مرحبا. إسباني؟ إسباني. طيب شو رأيك بالشوط الأول؟ كيف لقيت الأداء الإسباني؟ والله كالعادة إسبانيا بتلعب كورة، بتمسك كورة، مستحوذة على اللقاء. يعني ما فيش فرص كتير لمنتخب فرنسا، بس اعتقد ان المباراه محتاجه توريس، عشان في اوقات بتبقى محتاجه حد يخلص كوره قدام الجون. اتوقع ان هيكون المباراه دي هتخلص 2-2 وفي ضربات جزاء. قاعد احاول ادور على مشجع يعني يشجع يساندني، يشجع فرنسا، لكن للاسف شكل الكل اسبان. والله الشوط الاول حلو، الفريق بتثق فيه فلازم تتفرج عليه وانت مطمن يعني. بس متوقع في الشوط الثاني ان شاء الله اسبانيا تعمل اكثر من كده ويخلص الماتش 2-0 ان شاء الله اسبانيا. الشوط الثاني المفروض فرنسا تكون افضل، يعني مثل الماتش اللي كانت عم تلعبه مع ايطاليا على الاقل يكون اداء افضل. يعني انا مبدئيا اسبانيا. مبدئيا. كيف شايف الشوط الاول؟ بشكل عام انا بشجع الانجليز، بس انه اليوم مع اسبانيا مباراه اليوم، ولا انا كنت متوقع نشوف جيم حلو، بس الفرنساويه ما عم يلعبوا ابدا. للاسف اليس كسبت التحدي اليوم، ولكن باقي ايضا جوله بكره، وان شاء الله ايطاليا راح تعادل لي الكفه مع مجموعه اليس. مبروك. هارد لك خالد، هارد لك لكل جمهور المنتخب الفرنسي ولكل شخص تحداني وقال انه اسبانيا اليوم راح تخرج وفرنسا راح تربح. الديفا اسبانيا، انا ربحت على خالد، القائمه تبعولي هي اللي راح تربح، راح توصل ل بين الفرحة من امبارح بروفوتاج، يعني أكثر من هيك ما فيني يزيد. وبين خالد قد إيه كان زعلان. خالد أهلاً. حرام خسرت امبارح. والله منو اللي معك في البرتاج؟ ما عرفتوه؟ لا والله مزعل خلاص كاس. الله أعلم. حدي. الله أعلم، والله ما بتعرفه مش شايفه، هو مش كثير معروف. لا ما شفته. مش كثير معروف. ما أعرفه أنا، ما يعني. ذكريات مخضرم، مذيع مخضرم. ذكريات. شكرا كثير على هالتقرير، يعني بينا اجواء المباراه، بينا قد ايه انا كنت
محمسه وربحت، وبين خالد قد ايه كان قاعد على اعصابه وقد ايه كان زعلان بالخساره. لا الجميل انه اجواء المباراه دائما تكون جميله، خاصه لما تكون بين شباب وفي ناس فرنسا وفي اسبانيا، بغض النظر عن اي مباراه يعني، ولكن المهم خلينا نتكلم بان بالفعل المكان هو فندق جراند هيرتاج، مكان مميز لمتابعه اليورو، الاجواء جميله، اول ما تدخل خلاص تحس انك دخلت في الاجواء، الصور موجوده، تيشرتات اللعيبه، الاوردرات حتى اللي بيشتغلوا هناك، يعني عشان فكرنا انا وخالد نسرق التيشيرت اللي معلقينهم نلبسهم في برنامج يورو اكسترا، كل شيء موجود ومكان رايق وهادي واكلهم جدا 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 لذيذ على فكره. ناخذ راشد ولا التويتر شباب؟ ترى في 150 او 200 مشاركه عبر التويتر، 200 ها؟ ما راح اقراهم؟ لا اتصال يا خالد، ناخذ اتصال. مش معقول خالد، اتصال يا خالد، شو بك؟ ناخذ راشد من الدوحه. بسنيده وين راح؟ راشد هلا، كيف حالك؟ طيب بخير. بخير ان شاء الله. ايه مع اي منتخب في اليورو يا راشد؟ ايطاليا. مع يا سلام عليك يا راشد، بدينا بالطليان والمتصلين الطليان، ونقول لك يا راشد سؤالنا، المنتخب الاسباني صعد الى دور نصف نهائي قبل هذه البطوله كم مره؟ 3 مرات، 5 مرات، ام 7 مرات؟ 3 مرات. 3 مرات، وان شاء الله يكون جوابك صحيح يا راشد. تفضل يا ابو علي من البحرين. مساء الخير يا ابو علي. مساء النور، هلا، كيفك؟ الحمد لله والله، شلونك انت؟ كمان منيحه ابو علي. مين عم تشجع باليورو؟ والله يقولون ايطاليا. يا سلام عليك يا ابو علي. ايه انت لانه خالد من البحرين وانت بحرين فمن هيك. وعلي سؤال حلقتنا لليوم، المنتخب الاسباني كم مره وصل لدور النصف النهائي من دون اليورو الحالي يورو 2012؟ الاحتمالات 3، 5، أو 7. والله شكلنا 3. شكلنا 3. شكرا لاتصالك يا ابو علي. ناخذ ايضا مريم من الدوحه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، معاش برنامج يورو اكسترا. ضيعتها. للاجابه على الاجابه رقم 1 اضغط الزر احن طف عبالها. مريم الو. سؤال يقول المنتخب الاسباني صعد الى دور نصف نهائي قبل هذه البطوله 3 مرات، 5 مرات، 7 مرات؟ 3 مرات. مريم بس اليس تبي تكلمك. الو الو اليس. مريم مساء الخير. مساء النور. كيفك يا مريم؟ طيب الحمد لله. مع مين باليورو؟ ثانية. شفت شلون تبي تسأل كريم؟ حلو، يعني ان شاء الله اسبانيا تفوز بالبطولة، وان شاء الله انت تفوزي معنا اليوم بحلقتنا. ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا مريم. من الاتصالات مشاهدينا، خلينا هلا ننتقل على العراق وتحديدا على بغداد ونشوف كيف متابعه اليورو في العراق. بعيدا عن عبء الحياه اليوميه للعراقيين والتي باتت يعرفها القاصي والداني، يترك عشاق الكرة همومهم والضغوط النفسية جانبا ويصبح الكلام رياضيا خالصا وقت انطلاق مباريات بطولة اليورو 2012، فالمعركة تدور في أوروبا وغبارها في البيوت والمقاهي، وفي هذا المقهى الشعبي الذي يقع شرقي بغداد يتجمع العشرات لمتابعة هذه البطولة. صراحة أنا جاي بزيارة من قطر الدوحة، وجاي هنا على هذا المقهى اللي اكثر الرياضيين نجوم العراق يلتقون به، احنا نحلل المباريات ونستمتع بها ونشاهدها. مثل ما تعرف هكذا بطولات عالميه يعني تجد اهتمام كبير بالنسبه للجانب يعني على مستوى الوطن العربي، هذا يدلل على يعني ثقافة الشعوب العربية بدأ أنه تأخذ مأخذ حقيقي وتواصل حقيقي بينه وبين ما يحصل في أوروبا.
وإذا كانت المتعة حاضرة في هذه البطولة بالنسبة لمشجعي المنتخبات الأوروبية فإنها تكون متعة ودرسا للاعبين والمدربين. فهي فرصة حقيقة أنه للمدربين للاعبين يعني دروس مجانية حقيقة أنه واحد يتعلم شيء جديد ويتعرف من خلال هالمباريات على مستجدات كرة القدم. أعتقد إحنا كلاعبين ما نقول محترفين، هواة، إحنا لاعبين هواة. أعتقد دروس مجانية إلا أن نشاهد هكذا بطولة لكن نستفاد منها دروس. فأتوقع إذا ما التقوا إسبانيا وألمانيا أعتقد راح يكونون هم الأفضل في المباراة النهائية. فاستفادين منها بصراحة دروس إن كمدربين هو استفادين منها بصراحة. ورغم التنافس الكبير بين أقوى منتخبات القارة العجوز وبالتالي اختلاف الميول في التشجيع إلا أن نسبة كبيرة من الحاضرين في هذا المقهى كانت ميولهم تتجه نحو المنتخب الإسباني. بطولة أمم أوروبا معروفة هي من أقوى بطولات الكروية بالعالمية، تأتي بعد تقريبا بعد كأس العالم، يعني هاي كان لها أثر مردود مالي واقتصادي يعني على كصاحب مقهى على المقهى. كانت أكثر مباريات أنه تكون الأعداد يعني أعداد كبيرة جدا هي مباريات إسبانيا. أكثر جمهور بالعالم وجمهور برشلونة ريال مدريد الجمعة وسوى بحب منتخب إسبانيا. أتوقع إسبانيا راح تمشي أكثر من هذا الدور. والله هي أحد الأطراف في المباراة النهائية ألمانيا بالتأكيد واحتمال إسبانيا أو إيطاليا. إذن اختلفت الميول في التشجيع واختلف المشجعون في كيفية مشاهدة هذه البطولة، لكنهم لم يختلفوا في عشقهم لعالم المستديرة في أي زمان أو مكان. لبرنامج يورو أكسترا عباس القرار لقناة الكأس بغداد. شهدنا اليورو من بغداد وأيضا كان هناك مطالبة بأن نعمل هذا التقرير من بغداد ولبنا النداء أكيد لأجل عيونكم. لتويتر كثير 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 مشاركات، فيعذروني اللي ما راح يمكن أقرأ مشاركاتهم لكن خلينا نشوف الأكثر. يعني في رسالة من راكان يقول أجمل توب فايف أهداف، يقول إبراهيموفيتش، بالوتيلي، كعب ويلباك، باسو ونسكي وبيرلو. أوكي عشان نقراها عشان ما يقول ما مع الأسف. خالد اليوم أنا أشجع إيطاليا. ليش مع الأسف زين؟ لأن وجهك نحس ان شاء الله. حلو حلو على طول على طول قعدت لي ما شاء الله عليها. الجواب جاهز. الجواب جاهز. احمد 505 يقول اليوم الفوز ايطاليا 2-1. ايضا متى تكون الحلقه الاخيره من هذا البرنامج؟ ليش؟ عشان على فكره بيرتب سفرته على اساس انه الحلقه الاخيره 2-7 اخر حلقه يعني بعد النهائي بيوم. كيس اي 2421 خالد هارد لك واسبانيا اقوى فلا تلعب بالنار تحرق اصابيعك واللي بيشتريك يرجع ببيعك. هاي الاغنيه تتحدى اليس هاي دعابه لا تزعل يا خالد. لا عادي يا حبيبي خذ راحتك. الحايك يقول ايطاليا 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 كلنا مع الازوري وخالد الليله ولا عزاء لاليس. مسكينه اليس بتنام زعلانه. كول جيل تقول منورين الشاشه. شكرا لك يا الشيخه. شكرا للتقارير. يعني التقارير يقول يعني يبوننا احنا نتكلم ما يبون تقارير كثيره يا ذكريات. حلو؟ لا بس البرنامج اشهاب يقولون لك حطوا تقارير شوي على اساس يشوفون طلتي البهيه وطلت اليس البهيه ايضا. ليه وقفت خالد؟ لا بهيه. بس نحن بدنا نقول لكم انه البرنامج يعني كامل مكمل بكل الاكيب، يعني لا انا وخالد لحالنا فينا نقوم بالبرنامج ولا التقارير والمراسلين الموجودين برا، فكلنا بنكمل بعض. مهند شو يقول على التويتر؟ لا مهند شو يقول يا خالد؟ خلي ايش؟ ما قال خلي اليس، قال خلي لميس تلبس تيشيرت المنتخب الايطالي. انت فالك سيء. لميس ما اقدر اخلي لميس، اليس بخليها. انجلترا راح تفوز لعيون جيرارد القلب النابض، هذا وضاح كويت. ايضا عندنا مشاركات، خلينا نشوف يا كثرها ويا جمالها المشاركات. ابو علي 2001 يقول تكفون اقروا رسالتي، خالد معاك، انت تحب المانيا. اي نعم المانيا حلوه. خلاص خالد تفضلي. خلاص انا والله وايد قريت ذكريات لعندي فيسبوك على السريع. عندي سوسو ماسي عم بتقول هاي اليس هاي خالد، انا سميه من ليبيا وهي صديقه البرنامج، مبروك لاسبانيا ثانك يو. وهي ارجنتينيه متعصبه وبرشلونيه متعصبه وعشان خاطر برشلونه بتشجع اسبانيا باليورو. عم بتقول هابي بيرثدي لافضل لاعب بالعالم لميسي. ما بعرف اذا اليوم البيرثدي عم بتقولي هابي بيرثدي يا سميه. ايضا احمد عطايا عم بيقول بيتوقع فوز المنتخب الانجليزي بهدف قاتل يا خالد.
نعم. ايضا المشاكس انس مدريدي يا خالد امبارح كل اتصالات فرنسا ومع هيك بتخسروا ليش؟ فسر هلا بفسر بعد ما خلص انا عم بقرا. فهد برشا سوبر ماريو في تصريح لصحيفة ذا سان الإنجليزية: أنا لست مجنون وسأسعى من أجل إقصاء الأسود الليلة. مش معقول أبدا، لأنه الأسود الثلاث المنتخب الإنجليزي اليوم جاهز وقرروا هني والمدرب هوتسون أنه هني صحيح بعد خالد ما تعمل حركات بعد ولا مرة هن قدروا يفوزوا باليورو، بس ممكن يكون عندهم حظ كتير كبير بيورو 2012. عموما مشاهدينا لنشاهد ما سيحدث أو قبل هذه المباراة بين إيطاليا وإنجلترا والحديث الكبير الذي دار في المؤتمرات الصحفية وبين اللاعبين وآخر تجهيزات الفريقين. التاريخ العريق بين الكرة الإيطالية والكرة الإنجليزية يلقي بظلاله على آخر لقاء في برنامج دور الثمانية لبطولة كأس أمم أوروبا 2012. عشاق المنتخب اللاتزوري يتفقون على أن نتائج الفريق متميزة في هذه البطولة وفاقت التوقعات، والتعادل الافتتاحي مع حاملة اللقب وبطلة العالم تلاه تعادل ثاني مع المنتخب الكرواتي الذي نال إعجاب الملاحظين قبل حسم الأمور أمام إيرلندا لتصعد إيطاليا ثانية خلف إسبانيا، وهو إنجاز غير متوقع بالنظر للظروف الاستثنائية التي عاشتها لاسكوادرا زورا. لكن على رأي أحد المحللين المتألقين فإن إنجازات إيطاليا تولد من رحم الفضائح والأزمات. لدينا تقاليد وجذور إيطالية قادتنا للفوز بكأس العالم 4 مرات، فإيطاليا لها خصائص معينة وتدرك أيضا كيف تتكيف مع الخصومة سواء كانوا أقوياء أو ضعفاء. المدرب تشيزاري برانديلي يراهن على الجرينتا الإيطالية وخبرة بوفون في المرمى وديروسي في وسط الميدان وضابط الإيقاع أندريا بيرلو ورأس الحرب المثير للجدل بالوتيلي. منتخب انجلترا الذي لم يتوقع المتابعون تألقه بسبب الفترة القصيرة التي قضاها روي هودسون على رأس إدارته الفنية نجح في التعادل مع فرنسا وتفوق على السويد في انتظار عودة ابنه المدلل واين روني الذي اختطف هدف الانتصار من أمامه المستضيفة أوكرانيا ليضع المنتخب الأبيض في صدارة المجموعة الرابعة. روي هودسون يعول على قدرات جون تيري في خط الدفاع وقائد المنتخب ستيفن جيرارد صاحب التمريرات الحاسمة والقوة البدنية لروني ودكة بدلاء تضم أسماء قادرة على قلب المعطيات عند الحاجة. مواجهة حاسمة بين روح الطليان ودهاء الإنجليز من أجل مواجهة الماكينة الألمانية في دور الأربعة. سيكون الفوز خطوة مهمة إلى الأمام. كل هذه الإحصاءات السلبية التي علينا أن نتعلم التأقلم معها تضع جانبا عندما نحقق نتيجة إيجابية. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا كمنتخب لكرة القدم ونركز لنخرج إلى الملعب في حالة ذهنية وبدنية جيدة من أجل الفوز بالمباراة. آخر اتصالين معنا لليوم، أم جابر من الدوحة. مساء الخير يا أم جابر. مساء النور، كيفك؟ الحمد لله بخير. أم جابر على السريع، مين بتشجعي باليورو؟ إسبانيا. معك إسبانيا، مبروك الفوز. أم جابر، المنتخب الإسباني كم مرة وصل لدور النصف النهائي؟ 3 مرات، 5 أو 7؟ 3 مرات. 3 مرات، شكرا يا عم جابر على اتصالك. شكرا. وناخذ ايضا اخر اتصال معنا، ابو داوود من الدوحه. كيف الحال؟ مرحبا، اهلا اخوي. طيب الله يسلمك. شحال؟ الله يسلمك، خليك. مع من باليورو؟ الاسبان طبعا. الاسبان طبعا، مبروكين الفوز بالامس وان شاء الله الوصول النهائي. عموما المنتخب الاسباني صعد الى دور نصف نهائي كم مره قبل هذه البطوله؟ 3، 5، 7 مرات. 3 مرات ان شاء الله. 3 مرات ان شاء الله، وان شاء الله جوابك صح يا ابو داوود. شكرا لك. اخر فقره بحلقتنا لليوم، الصحف ومنشات الصحف العالميه بالنسبه للمباريات، خلينا نشوفها. صعود الاسبان وخساره الديكم مع لقاء ايطاليا وانجلترا هما الحدثان الابرز في معرض الصحافه الاوروبيه. ليكيب الفرنسيه رات بان خروج المنتخب الازرق نهايه طبيعيه لمشوار الفريق. النهاية المنطقية للبلوز
أما فرنسا فوتبول فاعتبرت أن خروج فرنسا من طبيعة الأشياء المكتوب على الجبين. أس الإسبانية أبرزت الدور المميز لصاحب الثنائية تشابي ألونزو أولي. أما ماركا فقالت نشتم رائحة الأوليرون في إشارة إلى الساحة الشهيرة في العاصمة مدريد التي يحتفل فيها الإسبان بتتويجاتهم الرياضية. راديو فوتبول البولندية استغربت من المردود الفرنسي، فرنسا لا تزال غير مقنعة. أما أولي الأرجنتينية فقد احتفلت بهداف السهرة تشابي البطل. جلوبو سبورت البرازيلية تعرضت لتواصل غياب التتويجات عن الكرة الفرنسية ويستمر الصيام. حماس المواجهة المميزة بين إنجلترا وإيطاليا احتل موقعا مميزا من اهتمامات الصحف. لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية وضعت صورة لبالوتيلي يشير من خلاله الجمهور ولسان حاله يقول الهدوء من فضلكم. توتو سبورت توجهت بنداء حار إلى اللاعب المشاكس، إلى الأمام ماريو. لوكورير ديلو سبورت ركزت على الإجماع الحاصل حول المنتخب الأزوري، كلنا مع إيطاليا. ذا سان اللندنية عنونت على دور قائد الفريق، يوم القيصر ستيفن جيرارد لقيادة الأسود الثلاث. أما الديلي تيليغراف فتبنت التصريح الوارد على لسان قائد الإنجليز جيرارد، نحن نحلم بالمجد. جول نشرت على لسان نجم إنجلترا شيرر يشجع روني على كسر رقمه أمام إيطاليا. بولا البرتغالية تعرضت للتدخل العنيف الذي حصل خلال الحصة التدريبية بين اللاعبين ميغيل لوبيز وكواريزما. بيلد الألمانية ترصد تغييرات يواكيم لوف نحو النهائي المرتقب. خطة نصف النهائي مولر وبودولسكي أساسيان وجوميز احتياطيا. محمد اليزيدي يرسم الكاريكاتور الرائع من موقع الريان الأول كريستيانو رونالدو الذي يقود البرتغال لدور الأربعة، والثاني لسكوت صوت الديكة، والأخير لفرنسا التي تنتظر خليفة زيزو. حلو كاريكاتير فرنسا. خلينا هلا وصلنا لآخر فقرة وللسحب أسماء الفائزين. خالد راح يقول شو النتيجة وأنا راح أسحب الأسماء. هي وصول أسبانيا إلى نصف النهائي قبل هذه البطولة هو بالفعل ثلاث مرات الإجابة الصحيحة، وكانت في عام 64 و84 و2008. وعلى فكرة كل ما تصل أسبانيا إلى دور نصف نهائي فهي تصل إلى النهائي، هذا عبر تاريخ اليورو، ولا مرة ما وصلت إلى النهائي إذا ما كانت موجودة في النصف نهائي، فربما ربما هذه المرة أيضا تصل إلى النهائي، ربما يعني على حسب التاريخ يعني نقول. الفائز الأول عندي عبد الله ناصر من الدوحة، ألف مبروك يا عبد الله، 2500 ريال. والله مش قصدي يا جماعة بحرين. بس ما أدري كل ما أسحب من البحرين. أبو علي من البحرين مبروك 2500 ريال، كل يوم لازم واحد من البحرين كل يوم. سعاد عبد الله من الدوحة، ألف مبروك يا سعاد، 2500 ريال قطري. ومبروك أيضا لأم عبد العزيز من الدوحة، مبروك 2500 ريال. كآخر عندك بعد خلاص؟ لا هون خلاص أربعة مبروك عليكم جائزة ال10,000 ريال التي وزعت، وإن شاء الله بكرة راح نتعادل أنا وأليس بمنتخبين لمنتخبين، إن شاء الله إيطاليا تفوز اليوم على إنجلترا، ونقول دائما في بنادول وفي بنادول إكسترا. إن شاء الله إنجلترا تفوز وفي يورو وفي يورو إكسترا.